السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ قمر. اليوم راح ندير لكم لي دارفوري. نبداو بالمقادير. هنايا عندي، هنايا عندي اللوز، وانتم تنجموا تواسيو بالكاوكاو، هذه ماشي مشكل. عندي هنا 3 كيلات لوز، كنت حمصته وخليته حتى يبرد ورحيته، وما دار كي رحيته ما رحيتوش رقيق، خليته شويه يعني ماشي خشين خشين وما هوش رطب. وسيت له 3 كيلات لوز ونص كيلة سكر، هاكم تشوفوا وسيت السكر 3 كيلات لوز وكيلة سكر. نتوما ولا وسيتو كاوكاو نفس الطريقة تاع اللوز، وسيو 3 كيلات كاوكاو تكونوا حمصتوه مليح ورحيو وخليوه يبرد ورحيوه، وسيو 3 كيلات لوز 3 كيلات كاوكاو ونص كيلة سكر. ها هو واجد قدامي. هنا نقول لكم على التمر، التمر شحال من الخضره نشريوه وناكلوه ويقعد لنا. الوغ نواسيو هذه الطريقه اللي راح نواسيها لكم اليوم. شديت التمر تاعي، نحيت له العظم اللي في قلبه ونخليوه هكذا، وهذه ضروري ضروري نواسيوها، خليوها 5 سوايع 6 ولا ليله كامله في الثلاجه. لازم كي نحكموا حبه تاع التمر ما تكونش تلزق، على بالكم التمر كيكون برا يطلق روحه، لازم التمر يكون بارد. هذه ضروري تواسيوها. عندي كميه تاع السكر، عندي لي كيسات اللي نواسيو فيه، هذيك طبيعه الحال كوحدو كيفاش يحب يزين. عندي لافاني، عندي شويه تاع لا مارغارين، وعندي هنايا تشكيله الالوان. هنايا الالوان اللي عندكم واسيوها، وشويه يكون غذائي صحي. ها انا راه عندي هنا، عندي كميه تاع مزهر اللي نشمخ فيه اللوز تاعي. نبداو على بركه الله. بسم الله، انا عندي كميه صغيره تاع لا مارغارين هكذا، كميه صغيره باش هذيك اللوز يقعد طري. هنا نواسي هكذا، ولا ما عندكمش لافاني ليكيد واسي بودر ماشي مشكل، مغرفه صغيره. هكذا نواسي هكذا شويه فاني، ما نكثرش باش ما يوهرليش اللوز تاعي. هكذا نخلط هكذا، ومن بعد كي نخلط نتحصل على لافارس بيضه، هذيك الوقت نقسمها ولي كولور اللي حبيتو واسيو. بعد ما دخلت اللوز نحكم لهنايا عندي مزهر، نبدا ندخل هكذا غير بالعقل حتى تشمخنا لافارس. هنا بعد ما تحصلت على هكذا راكم تشوفوا العقده تاعي، ما شمختاش بزاف اللوز غير هكذا. دوك نقسمها على ثلاثه، وحده نخليها بيضه وزوج نولهم. دوك نقسم هكذا، بعد ما قسمتهم وحده قلت لكم نخليها بيضه وزوج لونهم. وانتم هكذا انا واسيت لكم هذه الطريقه، انتم اللي حبيتوا تزيدوا تقسموا وتواسيوا الوان مختلفه تنجموا. انا باش نوري لكم ها نواسي وحده هكذا ها، وحده نواسيها ندخلو الوان في اللوز. بعد ما كملت خلطت الالوان راكم تشوفوا، وحده بدات حمراء وحده زرقاء وحده بيضاء. قلت لكم نتوما تنجموا هكذا وديتو تنحيو تسيو الصفار الاخضر شي اللي تحبوا. انا نكتفي بهذه الالوان، نحكم حبه تمره هكذا، نحلها غير بالعقل، نحلها غير بالعقل، نحطها نواسي هكذا كميه هكذا في يدي، غير كميه صغيره هكذا، ونعجنها هكذا هكذا. ندير هكذا على حسب حبه التمره تاعي، غير هكذا نحكم التمره نحلها. علاش قلت لكم التمر لازم يكون بارد مليح باش نجمو نتحكمو فيه ما يسقناش في يدنا. نديرو هكذا هكذا، نغلق ونغلقوها، نحبطو غير هكذا بيدنا، نبسطوها هكذا ونواسيوها ديريكتومون في السكر. نضوها غير على الوجه ماشي كاع التمر، لا لا غير ونواسينا اللوز هكذا هكذا ديريكتومون، نواسيهم في الكيسات
هكذا تحصل على هكذا. زيت لكم هكذا نحكموا التمره تاعنا هكذا. بعد ما كملت لي دات فوري تاعي راكم شفتوا لي طريقه سهله، نتمنى ان شاء الله تجربوه نتوما اللي قاد لكم التمر سيو بهذه الطريقه صدقوني بني بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، خليتكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا على الجرس وشاركوا في قناتي ليا وصلكم جديد. خليتكم على خير، شاركوا الفيديو مع حبيبكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.